بس احنا عاملين تقرير عن بعثتنا في اللجنه الاولمبيه والارقام اللي حققناها وتاريخنا، يعني حاجه مختصره كده في التقرير ده. نشوف التقرير على حضرتك كده. نجح مسؤولو اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب في تحطيم الرقم القياسي المسجل لاكبر بعثه مصريه تشارك في دوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه، بعدما استطاع لاعبو مصر في مختلف اللعبات التأهل ب 136 لاعبا منهم 50 فتاة بالإضافة إلى 12 لاعبا احتياطيا. وتأهل الفراعنة في 23 من أصل 33 رياضة تمارس داخل أجندة الألعاب الأولمبية، وهو رقم مميز للغاية للبعثة المصرية لتصبح مصر أول بلد عربي وإفريقي يشارك بهذا العدد من الرياضات في دورة أولمبية واحدة عبر التاريخ. ولم تتأهل المنتخبات الوطنية في 6 ألعاب فقط، ويأمل مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية في محاولة معادلة الرقم القياسي في حصد الميداليات للبعثات المصرية المشاركة في الأولمبياد، وهو تحقيق 5 ميداليات والتي تحققت في 3 مناسبات، هي أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004. وسيكون ضمن البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد المقبلة عدد كبير من أبناء الأهلي سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.